اذا انا مشي اللي شفتي فيه تحيه طيبه صباح الخير عليكم دير اخوان اخوات. واش عمركم تعرضتوا في حياتكم يعني نصب الاحتيال؟ نصب الاحتيال كان مجموعه ديال الطرق اخوان اخوات مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، يعني كاين مجموعه ديال الطرق اللي كما كنقولوا حنايا اللي يقدروا ينصبوا عليك بها، سواء طرق الكترونيه او طرق ديال يعني مع الناس معاملات تجاريه او معاملات ديال صدقه ولا شي حاجه. كان بزاف مجموعه ديال الطرق اللي معروفه، وكان بعض الطرق اللي جديده ديال النصب. والنصب والاحتيال ماشي غير هو شي واحد ياخذ لك فلوس، راه النصب حتى الا شي حد باع لك شي حاجه اللي ماشي كاليتي مثلا، ولا باع لك شي حاجه اللي ماشي هي. اليوم بعض المرات كاين بعض المواقع دي سيت اللي كبار اللي كتشري منهم شي حاجه بطبيعة الحال، وكتصيفط كتخلص من بعد كي كتوصل لك هذيك الحاجه ماشي هي، يعني ماشي هي، ماشي بهذيك لاكاليتي اللي بغيتها نتايا، ماشي ب اللي لا علاقه مع الصوره التي رايتها على موقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت انستغرام او فيسبوك او منصه اخرى للبيع والشراء. كاين ناس اللي تنصب عليهم في فلوس ديال، انا غادي نعاود لكم واحد القصه ديال خطيره ديال النصب والاحتيال. تنصب على واحد السيد اللي قالوا له غادي ندوك للخارج. هذا السيد هذا هو واحد الشاب اللي كيغني في واحد اوتيل 5 ايطوال هنا في مدينه وجده. تعرف على واحد السيد اللي كان يجي كليون ديالهم، يعني ان كليون كما كنقولوا حنايا كان يجي كياكل كيشرب، وهذه تعرف عليه، تبادلوا ارقام الهاتف، رجعوا كيتقهواو، رجعوا كيخرجوا اونصومبل، هذه يعني صاحبه مده 6 اشهر. هذاك المغني كان عنده الهوس بالسفر الى يعني الهجره الى يعني الدول الضفه الاخرى، شي دوله اوروبيه ولا بشي باغي يخدم على راسو، يعني كان يشوف اللي الحلم ديالو هو يعني المستقبل ديالو ماشي هنا في المغرب. كل واحد طبيعة الحال راه عنده مجموعه ديال الاحلام، هو كان يشوف هكا، بزاف تاع الشباب راه كيشوفوا بحال هكا. اذا هنا غادي تبدا القصه. في واحد النهار يعني كانوا كيهضروا، الاخر قال له انايا بغيت قال انا كنتمنى انه نخوي البلاد، نمشي نخدم على راسي على برا، ندير المستقبل ديالي حتى انايا وهادي، ولكن الغرب الله. الاخر بقى كيضحك قال له اصاحبي علاش ما تقولها ليش هادي شحال؟ الاخر قال له علاش غادي نقولها لك؟ السبب قال له اصاحبي انا راه كندي الناس للخارج، انا صاحبي وانت يا صاحبي وخويا وعزيز عليا وما تقولها ليش؟ الاخر تفاجئ كيفاش هذا شنو كيقول؟ قال له كما كنهضر معاك قال له انا ديت بزاف تاع الناس للخارج على برا، قال نجيب لهم كونترات والفيزا وهذيك وكنمشيو نخدمو، راه بزاف تاع الناس اللي ديتهم. الاخر قال له اشرح لي كيفاش؟ قال له غادي تخلص 12 مليون، قال له تمشي بكونترا خدام، قال له فلو كدير الفيزا ديالك باش تدخل، قال له من بعد كتبدا تخدم الخدمه ديالك بلا ما ريكلت لاكاسي البطاقه تاع الاقامه ديالك والله يسخر. قال له يعني ماشي دير فيزا تاع 3 شهور تبقى حالك تما، قال له ديرك جمع الاوراق ديالك. الاخر سمع هاد الهضره هادي الريوق ديالو سالو، يقول هو 12 مليون نوريك الورقيه، وانا كنت نقلب على اللي نعطي 10 يقد لي غير فيزا ب 3 شهور واخا نبقى حالك تما. دابا راه مجالسين الاخر كيهضر في النفس ديالك،
هذاك النصاب طق لهذا صاحبه قال له ندير معك حاجه زينه. قال له انت صاحبي اخويا ندير معك واحد حاجه يا سلام. قال له شنو هي؟ قال له غادي نحسب لك انا متسع، غادي نقص لك 3 مليون. الاخر قال له الله يرحم والدينا بارك الله فيك شكرا جزيلا. وهذه قال له انت محيط صاحبي وصديقي وهذه ما جاياش. قال له لا، قال له هذيك البركه اللي غادي نربحها انايا. قال له بحال اللي عاونتك بها خويا. صافي الاخر هذاك ما سمع، يعني الفرحه الكبيره كما كانت. صافي جا النهار اللي غادي يحقق فيه تبارك على الناس اسفه. جا النهار اللي غادي يحقق فيه الحلم ديالو. صافي بداو يديروا الاجراءات ديالهم، جيب هادي دير هادي شغل هذا هادي. المهم جاء يوم الحسم، يوم الحسم هو غادي يمشيو للقنصلية في مدينة الناظور. شوف الطريقة تاع نص بداع. مشاو للقنصلية، هاد الدري مشى مع خوه خلى عندو الفلوس. مشاو حدا القنصلية، حدا القنصلية كان واحد الباب صغيرة، خرجت واحد الباب متلبسة طابليين ودايرة واحد البارج. قال له هاي عطيها الباسبور ديالك المسائل ديالك. عطاها الباسبور قال له تسنى الهيئات راه غادي واحد اللقطة ولا تخرج. قلت له صافي الأمور ماشي ربي ماشي الباسبور، عطاها السمية ديالك، عطاها السمية ديالك وداكشي. عطاها السمية ولات هذيك البوزة دخلات. قال له انت غادي تقف هنايا غادي دير التور تناسب باللغة العربية الطابور بهذا المعنى. صافي بقى داير هو كيتسنى، دار الصف كيتسنى. جا عندو هذا النصاب قال له غادي تعطيني التليفون، عطيني التليفون. قال له راه ممنوع تما داخل هادي. قال له غادي نديه لخوتك اللوطو. هز التليفون مشى عند خوتو قال لهم راه قال لكم فلان ها هو التليفون خليوه عندكم وعطوه هذيك الأمانة. هما كانوا متفاهمين حتى شد، حتى شد المسائل الاخر شد الفيزا وهادي عاد يعطوا الفلوس. كانوا عاطينو ديجا عاطينو افونس شي 3 مليون، كانت باقية 6. كي مشى تما الاخر قال له ما تفاهمناش هكا خويا. قال له راه قال له صافي قال له واش حنا راه حنا قال له واش انا غادي ناكل. قال له صافي الدري راه داخل هو راه قال لكم. قال له واش ما واش نقدر نخرجو تما. قال له ما تقتي يلاه هو معايا في الصف يلاه تمشي تسولو. قال له بقى يشوف الاخر، مع شاف الاخر عطانو التليفون. قال يمكن راه قال له صافي اخويا هاي الاخر شدها دار في الدوره كان حاط الطوموبيل ويجيبها في طلع فين ويجيها مشغول. الاخر كيف سمع السيكيريتي شنو كتسنى عطالو هذاك بحال واحد الورقه. قال له خويا هذا الاخر كاع ما كاينش هنا كاع نهائيا. صافي الاخر خرج يجري عند خوتو قال لهم راه فين راه الاخر راه فرط واش عطيتو هرب واش عطيتو فلوس. صافي مشيت فراسي قال لهم راه نصب عليهم. كي مشاو يدخلوا لهذيك البيبه يشوفوا تما شكون هذيك اللي دخلت عليها صدقات هذيك القهوه كاع. يشوفوا الطريقه نتاع هذا واحد الطريقه نتاع النصب كثير، يعني النصاب راه كيمهلك. النصاب الا بغى ينصب عليك راه ما ينصبش عليك بين ليله وضحاها. النصاب كيقريك الامان في واحد المده طويله، كيدرس نقاط الضعف ديالك نقاط القوه ديالك شنو خاصك شنو عندك شنو ما عندك شنو هادي، ومن بعد كينزل عليك بهذا المعنى هذا، يعني كالصاعقه كيخليك كما كنقولوا حنايا الحديده. سواء ينصب عليك في عملنا اليوم اللي ولاو يتنصب عليهم بزاف هو الناس اللي كيبغيو المساكين يخدموا والناس اللي كيبغيو يمشيو للخارج. هادو جوج ديال العمليات ديال النصب اللي ولاو رائجين اليوم. إذا الإخوة الأخوات نتمنى أنو تكونوا استفدتم هذا الموضوع ديال النصب والاغتيال. وكنتمنى من متتبعي مشاهدي قناة شوف تيفي أنو تاخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، يعني هذه قصة ليست من نسج الخيال، هذه راها قصة حقيقية ودازت عندنا كاع قناة شوف تيفي.
السيد فنان بمدينة وجدة، ولكن الحمد لله راه هذاك المجرم شد، راه تحكم على هذا وراه كياخذ الجزاء ديالو، وكنتمناو الخير طبعا.